صباح الخير يا زياده الام. صباح النور. ايه اللي خرج بدري كده من اللجنه؟ لا ما انا خلصت. انت دحاحه بقى على كده؟ ابدا يعني، بس جاوبت بسرعه وخرجت. جاوبت كويس؟ يعني على قد الغرض. بس على قد الغرض؟ لا يعني على قد اللي نجحني. فين بقى البنات طيب؟ لا هما لسه ما خلصوش. كل سنة وانت طيب. وانت طيب. عزيز العزيز عزيز، كل عام وانت سعيد. عزيزتك زاد العزة ده كله. على العموم شكرا. انت قريت الكتاب بتاع نوال السعداء الدكتوريك ولا لسه؟ بصراحه لسه، اصل كنت مشغوله قوي في الامتحانات، بس اكيد في الاجازه هقراه. اكيد هقراه في الاجازه. والاجازه بتاعتك بقى بتقضيها في راس البر ولا في المعموره؟ لا بقضيها في اسكندريه نفسها، يعني بنقضيها في مكان تبع شغل بابا، تبع هيئه قناه السويس. انا كمان بروح اسكندريه كل سنه. بجد؟ اه بروح عشان اشوف اهلي. هو انت من اسكندريه؟ انا اسكندراني اصلا، من العطارين. يبقى ضروري هنشوف بعض في اسكندريه. ان شاء الله ممكن. اصل انا وحسن وهدى متعودين بنروح السينما، بتمشي على الكورنيش، بناكل جيلاتي. فضروري لازم اشوفك هناك. انت بتروح هناك فين؟ انا كمان بشرب قهوه على محطه الرمل كل يوم. في محطه الرمل؟ يبقى ضروري هشوفك هناك. ان شاء الله. طيب انا لازم امشي. هشوفك في اسكندريه اكيد في محطه الرمل. باي باي. مع السلامه. سلام.